المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين مع بعض. وتهيب الشركة الجميع بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر مشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة. إذن يوم الجمعة لازم حضرتك هتاخد البطاقة المشجع مع التذكرة، غير كده محدش هيدخل، لأنه ماتش هيبقى فيه إن شاء الله 70-80 ألف حاضرين عشان إن شاء الله نفوز على كوت ديفوار، وإحنا كده كده موجودين في أولمبياد طوكيو إن شاء الله 2020. هل فعلا في بيتنا أو في البيوت بي إن سبورت الجهاز ده جهاز تجسس، جهاز استخباري في بيت الناس جاسوس قطري؟ بوضوح يا فندم، الريسيفر ده لما عملوه في قبل كاس عام 2014 انا شفت بنفسي الاخ مدير القناه اللي هو مين؟ اللي هو ناصر يعني تقريبا كانه عايز يعمل تمثال لعلي سالم. الله طبعا يفك سجنه وربنا باذن الله الدوله تساعده ان شاء الله. وشكرا لكل علي سالم مواطن مصري محترم وشكرا هيرجع للسلامه ان شاء الله. شكرا للاستاذ احمد ابو هشيمه لان بصراحه الراجل ده عامل جهد واضح وصريح خارج مصر في مسألة علي سالم. فناصر ده طلب ايه من استاذ علي سالم؟ لا ده هو شكره بطريقة كأنه عمل له انجاز تاريخي. انا كنت مستغرب يعني موضوع الريسيفر اتعمل من سنين، يعني كنت انا قبل كده في قناة تانية ابو ظبي الرياضية ابو ظبي او كان معمول الريسيفر اسمه محترمين الاماراتيين. بوضوح يا فندم انا يعني انا بعتبرها من اخطاء حياتي ان انا تركت الامارات ورحت الدولة بصراحة دي. انا بقول لك بكل وضوح روح سيب الامارات روح قطر دي من اخطاء حياتي بس عشان الوقت يعني كان زماني بس يلا وبعترف بيها قدام قدام الناس يعني فكان بيشكره على الجهاز. يعني انا مش فاهم ليه يعني ريسيفر ما ريسيفر عملته قنوات تانية ايه اللي فيه غير عادي؟ نعم بصراحه قعدت ادعبس كده وافهم من الموضوع يعني من الناس وبتاع، لقيت ان هو الجهاز ده بيحدد كل حاجه ليك. انت بتشوف البرنامج الساعه كام، بتشوف انه توقيت ايه، اهم الحاجات اللي عندك كم واحد مثلا بيشوف، يعني هل مثلا البرنامج ده او المباراه ديت بيشوفها كم واحد في البيت. ده بيطلع احصائيه دقيقه لكل عملياتك اليوميه المتعلقه بالرسيف، وبالتالي بيعرف هو عنك داتابيز بتبقى صعب جدا ان هو يعرفها بالطريقه العاديه. وده برضو اللي اتكلم عنه استاذ احمد ابو هشيمه في اللقاء التلفزيوني، انها طريقه لجمع الداتابيز بتاع معلومات لكل واحد وانا يعني من البيت وانا بصراحه بكلم كل اختراق في البيوت كل ابناء يعني كل ابناء مصر والدول العربيه الشقيقه اللي بتسمعنا في الوقت ده. اي واحد عنده جهاز زي ده انت لازم تستغنى عنه فورا. طب هيعمل ايه؟ هيجيب ايه البديل؟ لا في حاجات كتيره بس يعني مش عارف ممكن تنفع تتقال على الهواء ولا لا. في مثلا جهاز اسمه اجهزه اسمها بي ال تي في، دي الاجهزه اللي هي بتفك الشفرات ممكن يستخدمها. في 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 مليون طريقه الناس عارفها، الناس العاديه ازاي ان انت تشاهد المباراه. لكن ان انت تحط عندك ريسيفر هذه القناه، انت بتحط عندك يعني كان انت بتحط عندك جاسوس في البيت. فانت لو خايف على امن بلدك وامن عيلتك وامن ناسك لازم الجهاز ده يعني الجهاز ده بياخدوا منه معلومات، مش مجرد جهاز عشان تتفرج عليه كوره او كده. حضرتك يا استاذ احمد دلوقتي هي قوه كل جهاز استخباراتي في الداتابيز. انا اعرف الداتابيز عن مصر، انا اعرف الداتابيز عن السعوديه، انا اعرف الداتابيز عن الامارات. طبعا الدول اللي عندهم معاهم مشاكل سياسيه، يعني هو بيقدر يقول مين بيتفرج على قنوات ايه، على شغل ايه. والدليل على كده يا استاذ احمد حاجه، هم بعد كده بداوا يدخلوا على موضوع الافلام، بداوا يدخلوا على موضوع الدراما، بداوا يدخلوا على الاطفال، ودي حاجه مهمه جدا. لو حضرتك تلاحظ ان انا عندي اطفال يعني صغيرين، كل قنوات الاطفال اللي هي جذابه بياخدوها ويخلوها حصر عنده. ليه؟ عشان يضمن ان ولاء الطفل ده له. يعني دلوقتي اي طفل يقول لك مثلا قناه كذا مش هقول اسمها، يعني دي احلى قناه للاطفال. فدايما يبقى الطفل يعني في الاول وفي الاخر طفل، عقليه الطفل مش فاهم ايه اللي ورا الموضوع ده. في برضه عمليه بتتعمل يا فندم، عمليه مهمه جدا، ان هم بيبداوا يشتروا التراث المصري من الافلام والمسلسلات. وللاسف الشديد يشتروا منين؟ بيشربوا من لا بس خلاص دلوقتي الدنيا خلاص بقى عندنا جهه وجهه مسؤوله يعني يا ريت بوضوح شديد من غير ما نقول حاجات ايه يتم تركيز التركيز بالذات على ان ما فيش اي مسلسل مصري يتعرض في القناه دي، لان هم بيحاولوا عن طريق وسطاء. وانت عارف ان يعني في وسطاء يعني بيبقوا يهمهم الاستفاده الماديه. ان هو ياخد مثلا مسلسلات مصريه من هنا يعرضها في قناته، لان هو عنده دلوقتي قناه دراما، عنده قناه موفيز، فيهمه دايما ان هو يعرض الحياه المصريه، انه عارف ان الحياه المصريه دايما جذابه. ده هو يا فندم راح اشترى اقوى شركه امريكيه في لانتاج الافلام على مستوى العالم، بياخد دايما الانتاج بتاعها. هل ده كله يا فندم معمول كده اعتباطا؟ اكيد اكيد له اهداف
زي ما بقول لحضرتك اهم حاجه دلوقتي حرب الداتابيز، ازاي انا اعرف عنك كل حاجه في يعني كل حاجه واي حاجه، كل معلومه بتبقى مهمه. اتاثروا ازاي بعد المقاطعه المصريه جداً. السعوديه الاماراتيه البحرينيه اتاثروا ازاي؟ اقول لك على حاجه هناك في الوقت، اقول لك على حاجه بسيطه جدا كل الناس واتحدى اي حد يشككني في المعلومه دي، في نقص دولار واضح جدا هناك يعني نقص. كان الاول نقص دولار.